دي 116 ساعة رياضية فيها كل الاوبشن الرياضي اللي انت ممكن تتخيله، ساعة سمارت رياضية، ساعة طبعا رياضية بشكل مستطيل مش دائري، ودي طبعا كويسة. وكمان الشاحن بيبقى منها فيها مش محتاجة لوصلة خارجية، ساعة سمارت تاتش، تاتش بتاعها عن طريق الزرار في النص، بيجي معاها الاوستيك بالشكل ده بتوصله بمنتهى البساطة. وكمان بتقدر تشحنها بالشاحن القطعة اللي موجودة نفسها في الساعة، يعني مش محتاج وصله. طبعا فيها كل الاوبشن الرياضيه، سواء قياس ضغط الدم او نبضات القلب او اعداد الجري، كل الاوبشن اللي موجوده في اي ساعه رياضيه، ولكن بشاشه هنا كبيره شكل مستطيل جميله جدا. ده هنا مثلا قياس نبضات القلب وضغط الدم، السنسور موجود ورا باللون الاخضر كده، وبتبقى لابسها طبعا بتديك قياسات مقاربه جدا للقياسات الحقيقيه. طبعا ساعه جميله جدا وفيها اوبشن جميل جدا هنتكلم عنه دلوقتي في الفيديو بالكامل. اول حاجه، لو انت مثلا في الجيم وموبايلك بيرن بيظهر لك ان في رنه او اتصال على تليفونك، تعال اقول لك بقى ازاي تربطها بالتليفون. اول حاجه بتلاقي الكتالوج جاي معاها واسم البرنامج اللي ظهر قدام حضراتكم دلوقتي اللي هو اتش ار واي فاين. ده برنامج رياضي بتنزله من على جوجل بلاي، تسطيبه بسيط جدا. وبتفتح البرنامج بتلاقي اربع واجهات من تحت، طبعا الواجهات دي بعد كده بعد ما تربط الساعه بتقول لك كل التسجيلات اللي انت عملتها على الساعه، سواء عداد المشي او اي اوبشن رياضي او ضغط الدم والكلام ده كله بتتسجل عندك في التليفون. ندخل بقى على المهم، ندخل على كلمه لي او مي لو انت عامله باللغه الانجليزيه، وهتلاقي كلمه جهاز البحث، هيتلاقي ان هو بيعمل بحث عن الساعه. اول ما تظهر الساعه بالاسم ده هتعمل لها اقتران، وتاني ميزه في الساعه دي برضو انها بتظهر لك اشعارات الواتساب الفيسبوك تويتر اي حاجه على موبايلك، وتقدر تختارها من عن طريق البرنامج عن طريق الاعدادات، وبعد كده تدخل على رساله التذكير. دي كل الاوبشن اللي انت ممكن تفعلها، هي طبعا متفعله جاهزه عشان تظهر لك اشعاراتك. طبعا للاسف الساعه دي ما بتدعمش غير اللغه الانجليزيه، وبعض اللغات كده ما بتدعمش عربي، فمش تفرق مع بعض الناس. الميزه كمان اللي فيها ان انت ممكن تغير الخلفيه باشكال موجوده كتير على البرنامج نفسه، تدخل على تعديل، وممكن كمان تتحكم في شكل الخلفيات اللي موجوده، ولكن ما تقدرش تحط صوره شخصيه ليك او اي خلفيه انت عايزها، لكن هي السمزات اللي موجوده فقط على البرنامج. طبعا كده السيم بقى على الساعه منتهى السهوله، وكمان ممكن تتحكم في لون الخط اللي هو شكل الساعه، يعني اللون بتاعه باي درجه لون انت عايزه، مفيش اي مشكله خالص. بتغيرها وتعمل حفظ، بتتنقل على الساعه على طول تلقائي، الشكل بيتغير زي ما حضراتكم شايفين على الطبيعه. دي طبعا كل السمزات اللي موجوده على المتجر، تقدر تختار ما بينهم. طبعا فيها حاجات اطفالي وفيها حاجات شبابي جميله جدا، تقدر تختار ما بينهم. كمان في خاصيه في البرنامج وهي ارفع للاستيقاظ، دي لو انت الساعه كل ما ترفع ايديك لفوق كده عشان تشوف الساعه كام، الساعه بتنور معاك وبتظهر معاك الساعه، فدي خاصيه جميله جدا موجوده في الساعه. هنجرب دلوقتي مع بعض. دلوقتي ده شكل الساعه مثلا، لو انا قفلت الساعه بالشكل ده كده بعتها عن ايدي وجيت رفعت، هتنور معايا وتظهر لي الاشعار بدل ما ادوس كل شويه على الدايره اللي في النص بتاعت الساعه ديت اللي بتظهر لي الساعه. ازاي تشتري من موقع اوكازيون؟ هتفتح جوجل بلاي وتكتب على البحث اوكازيون.com، هتنزل الابلكيشن ببلاش وهتثبته على الموبايل، وبعد كده تفتح الابلكيشن، بعد كده هتلاقي منتجات كتير زي منتج معين، تكتب في البحث او بتختار جميع الفئات، وكده هتلاقي المنتج تضيف للسله، خطوات بسيطه جدا وسهله. وعندنا اقل سعر التوصيل هو في المترو 10 جنيه، تكتب بيانات حضرتك الاسم والعنوان ومكان الاستلام او محطه الاستلام، لك رسالة على الموبايل كده انت اكدت الطلب. وما تنساش الدفع بعد الاستلام ومراجعة المنتج مع المندوب، مش هتدفع اي حاجة الا لما تراجع المنتج.